السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا في المحاضرة الرابعة، طبعا مشروعنا اللي هو السوشيال كلاب بروجكت أو مشروع النادي الاجتماعي. اتكلمنا عن الكونسبت وازاي ان انا ممكن اعمل تجريد لفكرة او شكل قدامي في الواقع، زي مثلا الكاميرا، ان انا ممكن اعمل لها تجريد او محاكاة معينة فتوصل لي لشكل المبنى اللي موجود ده، ومش هاخد الشكل زي ما هو. وقلنا ان اضعف اسلوب للتصميم هو التقليد الاعمى للشكل اللي قدامي، ولكن الصح ان انا بعمل له محاكاة او بعمل له تجريد. طيب، المثال التاني هو مكعب كيوبيك، وخدت منه شكل التكعيبي او البكسل دوت، وابتديت ان انا العب في اليونتس جوه الفراغ اللي قدامي ده، سواء كان مثلا بيت او فيلا او اي كان او اي ما يعني اي كان مثال. ولكن انا في الاخر بحاول ان انا اجرد مكعب كيوبيك، برضو ما باخدهوش زي ما هو بالوانه بتقسيماته. طيب، الفكرة التالتة مثلا تقليد لشكل العين، وابتدى ان هو يحاول بقى يشوف الاستراكشر سيستم اللي بره دوت، هيبقى هو ده الجفن، هيبقى مثلا الجزء اللي في النص ده قلب المشروع، وهكذا الحال. المهم في النهاية ما بيبقاش هو نفس شكل الايه العين الحقيقي. ده تقريبا كان حاجة كده بسيطة على الكونسبت. برضو اخد مثلا من شكل الطائر، ابتدي اخد مجموعة من الشرايح كده وابتدي اجمعها مع بعض وتديني تقريبا نفس شكل الجناح الطائر، ولكن مش هو نفس الطائر طبعا الحقيقي. ازاي بيبقى فيه اتحاد بين اعضاء جسم الانسان الفيزيكال بودي، وازاي ممكن ده يطلع لي كتلة في النهاية برضو باختلاف معاييرها، حتى لو كانت كتلة ميكانيكس جدا زي ما انت شايف. دي كانت فكرة الهاند باي هاند، والحقيقة فكرة جميلة، ولكن في الآخر ممكن ما تبقاش إيه حاجة برضو، يعني زي ما بنقول ليها علاقة بالجمال قوي. هي حاجة ستراكشر وسيستماتيك جدا، وبرضو تعتبر فكرة فلسفية قوية. أو إن أنا مثلا أبتدي أعمل محاكاة لعش الطائر، زي مثلا مبنى عش الطائر اسمه كده برضو في بكين، هو مبنى استاد طبعا معروف، خد من فكرة العش الشكل الخارجي للواجهات، وعمل منها طبعا الايه الفتحات الغريبة والمتداخلة ديت، لحد ما وصل في الاخر ان هو يجرد شكل ايه القش بتاع عش الطائر. مع كده، ازاي انت بتفكر في البداية في مشروع النادي؟ انت الاول بتشوف كروكي للي اوت اللي قدامنا ده، مشروع من مجموعة مسدسات، طبعا مش هو ده نفس المشروع، بس انا بحاول ان انا اقولك ايه. انت حضرتك مثلا عندك هنا اليونتس بتاعتك كلها مضلعات. طيب، انا هبتدي احطها في الارض بتوجيه معين، وابتدي اشوف الاجزاء الان بتوين هتبقى جرين ولا هتبقى ممرات ولا هتبقى ايه، احاول اجمع الخطوط مع بعض بحيث ان هي تبقى تديني تداخل وتديني حركة. طيب، لو انا وصلت للي اوت اللي قدامي دوت، بعدها بعمل ايه؟ امسك كل كتلة وابتدي افكر ازاي احل الشكل السداسي او الشكل الثماني او المضلع ايا كان. طيب، بفكر بتفصيص اكتر. طب ممكن افكر بطريقة تانية، هو انا هنا هجمع الاشكال السداسية بمجموعات مجموعات، يعني تلاتة وتلاتة وتلاتة تحت ولا اربعة تحت، وفي النص هنا اجزاء اللي هي الان بتوين او الاماكن الخضراء او الممرات او ايا كان في النادي، ولا ممكن أجمعهم كلهم مع بعض على حسب. طيب، بعد كده المرحلة التانية أو من التفكير إن أنا أخد كل مضلع من دول وابتدي بقى أفصصه تفصيصة البلان اللي احنا عارفينها، أشوف والله هيتحل إزاي، أعمل الزوايا إزاي، أحل أنا الفراغات، إيه الفراغات المطلوبة مني، إيه المساحات الفراغية، مخرجش عن إطار البرنامج اللي أنا فكرت فيه. تاني، لو انا عندي اجزاء شريحية كده دائرية وابتديت ان انا احطها في قطعة الارض بهذا الشكل، وعملت هنا مجموعة كده من السيركلز وربطتها كروكي، خلاص عرفت ان انا كده همشي. طب همشي بهذا الاسلوب، يعني هبتدي بقى اجمع الممرات الداخلية واشوف الممرات برضو لازم تكون مترابطة، كل مشروع يكون بيرد على بعضه بهذا الصدد،
وبعد كده ترجع تاخد كل بابلز لوحدها وتحلها لوحدها. كل بابل من التانية ابتدي افصص واشوف، والله البابل الاولانية دي فراغ اداري، والله البابل التانية دي صالونات، اكيد مش ده هيتحل زي ده. كل واحدة وليها طريقة ايه حل مختلفة. مش هحل بقى كأني بقطع ايه فراغات كده، ها بقطع بقى بسكينة تك تك تك، ادي فراغ التاني الاول 4 في 6 والتاني 4 في 6 والتالت 5 في 6، لأن الموضوع مش كده يا جماعة والله العظيم. الموضوع ان انت بتحل بتدرج فراغي مختلف عن الاخر. انا في الاخر قلنا ايه، هنعمل مثال كده مجمع، هو مشروع يعتبر محاكاة لمشروعكم، مشروع نادي اهو قدامنا. ايه الموضوع يا جماعة؟ والله انا عندي هنا مجموعة من الطرق بظبطها داخل قطعة الارض، عندي مجموعة من الملاعب، ملاعب اليوجا والكاراتيه، ملعب رئيسي لكرة القدم، عندي مبنى اجتماعي موجود في مدخل المشروع قدامك اهو على اليمين، وبيأهلني لمنطقة الاوت دور. الاوت دور فيه ايه؟ الاوت دور فيه مناطق جلوس، وفي حمامات سباحة، وفي كافيتريات ومطاعم وتوزعها زي ما تحب. النادي فيه كم من العناصر الجمالية والتنسيقية وشغلك كله في اللاندسكيب وفي التخطيط ومهاراتك في الإظهار في النادي، فأنت تعتبر معاك مشروع كومبلكس ما بين اللاندسكيب وما بين الفراغات الوظيفية. نركز كده شوية في المثال اللي قدامنا ده، هنلاقي إن في كمان أماكن تجمع كل فترة بيفصلك بسيركل، السيركل دي ممكن توديني على زون آخر. يعني مثلا السيركل اللي في النص دي كأنها شبه مش ميدان طبعا، بس النود دي مثلا بتوديني من الملاعب دي لحد مثلا منطقة الكافيهات، المنطقة اللي هناك منطقة تجمعات، منطقة كيدز اريا، على حسب الوظائف اللي مطلوبة منك. طبعا الكيدز اريا هو حاططها هنا في مكان وراه وشغال عليها ان هي يبقى فيه طبعا هنا برضو اماكن تجمعات لأولياء الامور او الناس اللي هي التجمعات العائلية، وبرضو منطقة حمامات السباحة. وقلنا حمامات السباحة هيبقى فيه حمام دولي وفيه حمام عائلي، او حمامات سباحة عائلية هيبقى فيه نوعين. فالمفروض ان انت تنسق الكلام ده كله بشكل مترابط مع بعضه، ما يكونش مفكك كم تفاصيل غير عادي، ما اعملش فراغ واسيبه واقول والله انا كده خلصت مشروع النادي. لا، احنا عندنا تفاصيل رهيبة جدا في مشروع النادي. ما ننساش برضو موضوع التشجير، وتحط التشجير طبعا بحساب والاظهار وموضوع اظهار الممرات والماتيريال بتاعة اللاي اوت كلها تكون برضو بتنسيق واضح ومنظمة.